بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. حينما تحدثنا عن وقت صلاة العصر، أحد الإخوة الفضلاء كتب في التعليق يقول: سيدي، عندي إشكال يدور حول هذا الموضوع، لو تكرمتم بالإجابة. لماذا الاختلاف من الأصل وهو من قبيل المتواتر العملي؟ ألم يتلقى الصلاة المسلمون جيلا بعد جيل؟ فكيف يحدث اختلاف في أمور كالأذان وقراءة القرآن خلف الإمام؟ أقصد، لماذا لم يغننا التواتر العملي عن النظر إلى روايات الآحاد مثلا؟ هذا السؤال ربما يدور في خلد كثير من الناس، كيف يحصل الاختلاف عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ القضية يا أخي أن العنصر البشري حينما يدخل في الفهم، حينما يدخل العنصر البشري في الفهم، الأفهام تتفاوت وتختلف. يعني مثلا أنتم 10، وقد اتفقنا على 10 عوامل مهمة مؤثرة، فقلنا لكل واحد منكم رتب هذه العوامل على حسب الأهمية التي تراها أنت وحدك، ربما نجد النتائج متباينة جدا، بل يغلب علينا، يغلب هذا، أن نجد النتائج متباينة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى، وصلى الناس معه، هل قال هذا مرة وقال هذا مرة؟ احتمال. الأمر الآخر الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الصلاة على وقتها، هذا هو الأصل. طيب، إذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة مرة أو مرتين أو عدة مرات لسبب معين، فنقل عنه الأمران، مرة صلاها هنا ومرة صلاها هنا، هذا وارد جدا. إضافة إلى الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب، مثل ما يسمى إشارة النص عند الأصوليين، في حديث مشهور النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن مثل المسلمين ومثل الأمم السابقة، استأجر أجيرا من وقت الظهر إلى وقت العصر، من وقت العصر إلى وقت المغرب، هكذا. فنظروا وجدوا أن بعض الأوقات أطول من بعض، فجعلوا هذا عنصرا مؤثرا. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا من شأنه أنه ما كان شديدا تجاه القضايا العملية الاجتهادية، كان يفسح لهم مجالا للاختلاف، كما رأينا في قصة بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. صوب هؤلاء وصوب هؤلاء، إذن كأنه يرشدهم إلى أن القضايا العملية الأمر فيها يسير. السؤال هنا ليس عن الخلاف في القضايا العملية، السؤال: لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأشياء عديدة. أولا، لاختلاف الروايات، الروايات جاءت هكذا وجاءت هكذا. ثانيا، اختلاف العمل أيضا، كيف اختلاف العمل؟ صحابي كبير كابن مسعود له مسلك معين،
صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة وهو من أوائل من أسلم. أبو حنيفة يقدمه دائما لمرجحات كثيرة، منها طول الصحبة. فابن مسعود يفتي على ما فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما شاهد أيضا. يأتي ابن عمر، ابن عمر شديد الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صغير، كان من صغار الصحابة. يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام ما أقره، يعني ما سمح له بالقتال، ويوم أحد سمح له. إذن كان يافعا، كان صغيرا، وهو من أكثر الناس اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يحاول أن يتمسك بكل شيء. فهذا كان مرجحا عند مالك والشافعي وأحمد، فقالوا سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر هي الأعلى نقلا. أيضا هذا الرجل شديد التمسك بالسنة. يأتي الإمام الآخر يقول لا، ليس العبرة بما رأى، العبرة بما روى، إذا رأى شيئا وروى بخلافه وهكذا. فبعضهم يقول العبرة بما رأى، بما اجتهد. لماذا؟ يقول لابد أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يخفف الحكم أو يجعل فيه سعة، لأنه هذا عربي أصيل وثقة وعدل وحريص على الدين. طيب كيف يروي شيء ولا يعمل به؟ إذن رأيه لابد أنه رأى شيئا مؤثرا في تلك الرواية، احتمال النسخ، احتمال الندب، احتمال عدم الفرضية، احتمالات كثيرة. الثاني يقول لا، مالي ومال اجتهاد الرجل، الذي علي أنا هو روايته، وهكذا. فالأفهام تختلف. أما قضية المتواتر والآحاد، أعطيك مثالا وإليك الحكم في هذا. حج النبي عليه الصلاة والسلام ونقل حجه بالتواتر، كل المسلمين آنذاك رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحج وهو يخطب على في عرفات، ونقلت عنه أشياء كثيرة من أوسعها وأوثقها حديث جابر الطويل. تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، ومع ذلك اختلف الناس في الأفضل من النسك، التمتع، القران، الإفراد. طيب لماذا يختلفون؟ حتى نقل الإمام النووي عن الطحاوي على ما أذكر الطحاوي قال، وقد ألف فيها كتابا وصل إلى 1000 ورقة، 1000 صفحة، 1000 ورقة أو صفحة، وهو يحرر هذه المسألة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرب المسلمين على ذلك، ولذلك لم يحسم الأمر. هو حج قارنا، فقال أبو حنيفة الحج القارن أفضل. هو عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها، لسقت الهدي ولجعلتها عمرة. إذن هم بشيء، وهو لو عاش سيحج متمتع. فقال آخرون بأن التمتع أفضل، بعضهم قال القراءة الإفراد أفضل، وكل واحد له دليل. ما الذي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أثناء التبليغ كان يعني يسهل على الناس، حتى جاءت العبارة الشهيرة افعل ولا حرج، افعل ولا حرج في الحج. كلمة افعل ولا حرج يفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد التوسعة على الأمة. من هنا جاء الاختلاف، حج بنسك معين وهم فيما بعد أن يحج بنسك آخر،
فالعلماء حصل بينهم اختلاف مع اتفاقهم على أن الحج جائز بأي واحد من النسك الثلاثة، إلا حينما جاء الوهابية وعصر الشذوذ فصاروا يفتون بأشياء عجيبة غريبة، عصر الألباني وأن باقي النسك لا تصح وأشياء من هذا القبيل، على ما رأيته من إخوانه. هو قال هذا مصيبة كبرى، هذا الذي رأيته حينما حججنا مع بعضهم، هكذا يبطل أو باقي النسك ويقول لا يصح، تصور، بسبب عدم علمهم بالحديث، أو ربما يكذبون في الرواية عن شيخهم، لا أدري، ولا يعنيني كثيرا الأمر، لا يعنيني كثيرا، لأن هؤلاء جماعة أيضا سطحيون في النظر. فإذا هناك اعتبارات ومرجحات دخول العنصر البشري، والله تعالى أجازه لأن هذا اجتهاد بشري لعلمه الذين يستنبطونه، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الفريقين. إذا الاجتهاد إن كان خطأ فله أجر، وإن كان صوابا فله أكثر من أجر. دخول العنصر البشري، دخول الاحتمالية في ذات النص، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل على أنحاء متعددة، فهذا يفهم شيء وهذا يفهم شيء، إضافة إلى اختلاف الروايات ذاتها. والصحابة، عد إلى المسائل، عد إلى مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، ستجد معظم هذه المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، معظم هذه المسائل ستجد لهم سلفا من الصحابة. إذن الاختلاف كان في العصر الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.